ظهر بعد ذلك سان مارينو. سان مارينو جمهورية موجودة طبعا في بجانب إيطاليا، وهي زي ما بقول لحضراتكم فيها طبعا كانت هذه الزيارة مهمة قام بها النائب محمد أبو العنين مع عدد من أعضاء برلمان البحر المتوسط. تم مناقشة العديد من في هذا الاجتماع مع رئيس أو رئيسي جمهورية سان مارينو، وطبعا لمناقشة التطورات الإقليمية، وأيضا مناقشة مؤتمر المناخ الذي سوف تستضيفه مصر في نوفمبر القادم. كان هذا الاجتماع مع ما بين النائب محمد أبو العيني وكيل مجلس النواب وعدد من نواب برلمان البحر المتوسط مع رئيسي جمهورية سان مارينو. نتابع هذا التقرير وهذه الزيارة ثم فاصل وعود لحضراتكم. نشاط برلماني مكثف قام به النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الرئيس الفخري للبرلمان الأورو متوسطية على المستوى الدولي، وزار رئيس دولة جمهورية سان مارينو بإيطاليا أوسكار مينا وباولو رونديلي، ورافقه خلال الزيارة جينارو ميلودي رئيس البرلمان الأورو متوسطية. ناقشوا خلال اللقاء عددا من الموضوعات المهمة تتعلق بالتطورات الإقليمية ومشاركة البرلمان في مؤتمر كوب 27، حيث سيعقد البرلمان الأورو متوسطي هيئة المكتب السياسي في شرم الشيخ. واستعرض أبو العنين استعدادات مصر لاستقبال مؤتمر المناخ وما سيساهم فيه من تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ وتعبئة العمل وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغيير المناخ في كل أنحاء العالم. كما شرح أبو العنين ما تحقق في مصر في السنوات الماضية من إنجازات وتنمية حقيقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجعل مصر وجهة استثمارية مفضلة للشركاء الأوروبيين. وأعرب رئيس سان مارينو عن عشقهما لمصر وتقديرهما للدور الدولي الذي تقوم به من أجل نشر السلام والاستقرار في العالم، كما أعرب عن تطلعهما للمشاركة في أعمال مؤتمر كوب 27 مؤكدين ترحيبهما للتعاون مع مصر في مجال الغاز والطاقة. لقاءات حكومية عديدة قام بها الوفد البرلماني الأورو متوسطي على كافة المستويات، شملت الدكتور روبرتو سيافاتا وزير الصحة وستيفانو كانتي وزير الإقليم والنائب أديل تونيني مديرة الخدمات الصحية الوطنية والدكتور فرانشيسكو بيفيري وميشيل سيرفيليني مندوب سان مارينو للابتكار، وكذلك الباحثين العاملين في مركز الدراسات التابع للمنظمة. وفي ختام زيارتهم شكر النائب محمد أبو العنين جمهورية سان مارينو بإيطاليا على استضافتهم لمركز دراسات البرلمان للدور الذي يقوم به في ثقل وإثراء المناقشات البينية لبرلمانات الدول الأعضاء.